بسم الله الرحمن الرحيم. لاب جديد عن الاكسس كنترول، برضو زي فكرة اللاب اللي قبله، من خلال البارامتر عم بعرف مين هو اليوزر. بس هذا اللاب بيختلف عن اللاب اللي قبله، انه البارامتر مش اشي معروف، مش عبارة عن يوزر نيم، هو عبارة عن رقم معين يكون مربوط مع اليوزر. فهي الفكرة بهذا اللاب، بدنا نعرف ايش هو البارامتر الخاص باليوزر كارلوس عشان نقدر ندخل على الاكاونت الخاص فيه. خلينا في البداية ندخل اليوزر نيم والباسورد الخاص بوينر. هاي اعطاني ال API كي الخاص بوينر، ولاحظوا هون ال ID هو عبارة عن رقم، فصعب هلا نعرف ايش ال ID الخاص باليوزر كارلوس. اذا عرفناه وما في اي restriction في الباك اند، فإذا حطينا هون الـ ID المفروض إن نقدر ندخل على الأكاونت الخاص بكارلوس. برجع بحكي هاي مشكلة مرة تانية، باد ديزاين بالأبليكيشن، المفروض في الباك إند يشيك أو على الـ Authority لليوزر هل بده يدخل على هذا الأكاونت أو لأ. فالمفروض إنه ويب سايت، ونصير ندور بهذا الويب سايت ونشوف هل بقدر أطلع الـ API، بقدر أطلع الـ ID الخاص بكارلوس أو لأ. نشوف هون في عنا view post، ففي post بحطوها اليوزرز، فهذا post حاطه كارلوس. ندخل على البوست، فهنا معطيني هذا البوست الخاص بكارلوس ومعطيني اليوزر ID الخاص بكارلوس. طيب ناخذ هذا اليوزر ID ونروح على my account ونحطه بال URL، عند my account نحط له ال URL ID مباشرة، وداني على الأكاونت الخاص بكارلوس. والمفروض بهذا اللاب نعمل submission للـ API key، وهيك بنكون انهينا اللاب.